أهلا بكم. تأكد بشكل رسمي إقدام السلطات الإسبانية على تسليم الدركي الجزائري المنشق عن النظام الجزائري بعد حوالي 3 سنوات قضاها لاجئا سياسيا بإسبانيا فارا من ملاحقة استخبارات بلاده. ووفقا للمعطيات المتوفرة أن الحكومة الإسبانية بررت قرار تسليم محمد عبد الله للسلطات الجزائرية بوجود مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف الأمن الجزائري بعدما لفقت له تهم الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأعمال وبأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية الجزائرية وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف الدولة وأمنها وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية. وفي المقابل اتهمت مصادر حقوقية الحكومة الإسبانية بمحاباة الجزائر وذلك في إطار صفقة كبرى ستضمن لإسبانيا التزود بالغاز الجزائري بشروط تفضيلية حيث اختارت بيع الدرك المنشق حفاظا على مصالحها الاقتصادية. وكانت الشرطة الإسبانية قد أوقفت الرقيب الأول محمد عبد الله في 12 غشت 2021، حيث أعلن الدركي على صفحته على الفيسبوك أنه سيتم ترحيله نحو الجزائر طالبا من الجالية الجزائرية مساعدته بالضغط على السلطات الإسبانية لتنيها على تنفيذ قرار الترحيل لكن دون جدوى. يذكر أن محمد عبد الله كان ينتمي إلى سلاح الدركي الوطني برتبة رقيب أول، إلا أنه غادر الجزائر منذ 3 سنوات واشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لفيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني الجزائري. المشاهدين عيانة خبر عبد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.